بص الامانه بتاعت ربنا، اول ما شفت التشكيل بتاع ليستر سيتي ولقيت ان مورجان وجنبه جوني ايفنس قلت بس الف الف مبروك على توتنهام الثلاث نقط. مفترض يعني ان هم يعملوا اداء واي هجمه مرتده هيلاقوا فيه دلع. ليه بقى؟ ما هو ليستر سيتي بيحب يمسك الكوره وبيحب ان هو خلاص بقى احنا ارتحنا بننافس على مركز دوري ابطال اوروبا، حتى لو خسرنا هنلعب يوروبا ليج، يعني الدنيا بالنسبه لنا ما فيش ظروف وحشه خالص، احنا في احسن الظروف بالنسبه لنا. فيمسكوا كوره فانت هتلعب على المرتدات، ولما تلعب على المرتدات في واحد عنده 36 سنه زي مورجان، واحد عنده 32 سنه زي ايفنس، وواحد ناحيه الشمال زي ريان بينيت ده ضايع لوحده خلقه، فمفترض انك تتدلع بقى يا معلم. وفعلا اللي حسبته لقيته جونين من ناحيه بينيت، وكالعاده يعني مورجان كان بيغطي في ناحيه ثانيه، وحتى كمان لما الباك اليمين رجع او الهاف اليمين رجع يعمل وجبات دفاعيه الكره خبطت فيه ودخلت جون، اللي هي يابا الثلاث نقط ليك الف الف مبروك قبل الماتش ما نبدا، وحتى بعد الماتش ما يبدا ياخدهم يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم. شفتك وانت جاي من بعيد والله، عارفك والله، هتقعد تقول لي ما تتكلمش على توتنهام، انت ما بتفهمش كوره يالا، عارفك يابا، بس عادي انا بحب اتكلم على توتنهام وهتكلم على توتنهام واقول اللي انا عايزه على توتنهام وجوزيه مورينيو. ليه بقى؟ لان انا كنت في فيديو بقالي 3 4 شهور بقول فيه دي مرحله البناء، وجوزيه مورينيو بيحاول يبني فريق في اي نتائج، ويا سلام بقى لو وصلت يوروبا ليج ودوري ابطال اوروبا، يعني هيكون حلم صعب المنال، والحمد لله قربت توصل يوروبا ليج، والفرقه وصلت مركز سادس النهارده منتصر بس ان تشيلسي يعمل حركه جدعانه كده مع مدربه السابق ويكسب وولفرهامبتون وهتكون بالنسبه له خلصانه بشياكه. انما لا بقى يا معلم، انت عمال تتكلم وعمال تقول يا ابني تراجع الخلفيه بتاعتك وراجع الفيديوهات بتاعتي وشوف ان انا كنت بقول عليه على جوزيه مورينيو من ساعه تعيينه، بس لا انت بتقفش القبه وما بيعجبكش الكلام اللي بقوله ان جوزيه مورينيو مدرب بيعتمد على الطريقه الدفاعيه. يعني مثلا اللي انا قلته في المقدمه ده استفدت منه بحاجه؟ مثلا انا بقول لك الموضوع سهل وبسيط، لسه سيتي يحب ان هو يمسك كوره، ولما يمسك كوره توتنهام يلعب على المرتدات، ولما تلعب على المرتدات ومعاك شمشون زي سون هتلاقي الدنيا بالنسبه لك سالكه ومنفتحه، ولما تلاقي هاري كين كمان في فورمه تهديفيه خلاص يا معلم انت خلصت الجيم من بدري. لوكاس مورا استنى منه تعزيزات، وهنستنى كمان زيادات من نص الملعب من ناحيه جوفاني لوسانسيو، لان كمان مش مسموح خالص لهاري وينكس وموسى السوق انهم يعملوا وجبات هجوميه الا في اضيق الظروف بالنسبه لموسى، اما بالنسبه لهاري وينكس فقاعد مبلط قدام الاثنين مساكين عشان خاطر يغطيهم، علشان احنا عندنا مساك كولومبي ضايع اساسا والدنيا بالنسبه له مش سالكه خالص. هتقول عندنا انت بتشجع توتنهام؟ بص يا صديقي انا ما بشجعش الارسنال ولا توتنهام، وانا بشجع مانشستر سيتي، بس انا بحب اتفرج على توتنهام وبحب اتفرج على ارسنال. عندك مانع يعني؟ ماتش النهارده صعب جدا على الورق لما تلاقي انت بتلعب ليستر سيتي اللي بينافس لسه على مقعد دوري ابطال اوروبا، بس لو انت بتتابع يعني انا قلت لك من فتره طويله ان ليستر سيتي عنده شويه مشاكل بسيطه، ان هو عنده 11 لعيب والدكه فاضيه، ولما تلاقي بنشيرو غايب ولما تلاقي سويونكو غايب هتلاقي ان الموضوع بالنسبه لك سهل وبسيط، ما حلوين اهو انك تكسبهم والموضوع بالنسبه لك ما فيهوش اي مشاكل. هتتكلم على الارقام هتزعل والله، يعني هم شاطين 18 شوطه وما جابوش منهم ولا جون، وانت الحمد لله يعني شوط سته عليهم اربعه على المرمى، اللي هو سبحان الله شوط ست تسديدات فيهم اربعه على المرمى، والاربعه دول منهم ثلاثه يا فرج الله. بس الامانه برضه ما تنكرش دور هوجو لوريس اللي عامله من وقت طويل جدا، لان هوجو لوريس بيثبت ان هو ماركه مسجله، اللي هو لو قدامي اي خط دفاع في توتنهام انا برضه هكون الراجل القوي والحارس الامين اللي هعرف كويس قوي اوصل فرقه البر الامان. هوجو لوريس النهارده طلع حته واحده من هيرفي بارنس وهي نتيجه 1-0 كانت ممكن تقلب الماتش خالص، توتنهام ودفاعه ده لو كانت عادل كنت هتلاقي الدنيا بالنسبه له رايحه خالص. فهوجو لوريس الامانه بتاعت ربنا بيقدم مستويات ممتازه جدا. هل خط دفاع توتنهام يستاهلك تكمل بيه لو وصلت لاوروبا ليج؟ هتلعب بتوبي الدرفيرد جنبه دونيسن سانشيز، انا بقول لكم في شويه مشاكل ممكن تقضيها السنه الجايه، والاوروبا ليج ممكن تقضيها عادي بالاثنين باكات اللي عندك شباب بن ديفيز او سيرجيو روي ناحيه اليمين، انما لو كملت بالاثنين عمق دفاع دول هتشتي والله هتشتي، وهتلاقي عندك مشاكل كتير، فلازم تغيرهم يابا. يابا انا ما عنديش اي مشكله مع توتنهام ولا عندي اي مشكله مع جوزيه مورينيو، راجل سبيشال وان والراجل على فوق دماغي يابا، بس انا ما مقتنعش ان الراجل عنده افكار هجوميه. الراجل دفاعيا ممكن يكون عنده افكار دفاعيه من زمان، انما هجوميا الراجل بيسيبها قدرات فرديه، ولما القدرات الفرديه بتكون شغاله والدنيا بتكون سالكه خلاص يا معلم هتطلع تقول احلى كلام على توتنهام وتطلع تزغرط بالنسبه لخط الهجوم، انما خط الدفاع وخط النص لا لسه فيهم مشاكل. انت لو النهارده كان عندك شويه منافسه بس وقوه دفاعيه من ناحيه ليستر سيتي كنت هتتعب، بس ليه بقى؟ انا مش عايزك تتعب اساسا، انا عايزك تكسب والدنيا تكون بالنسبه لك سالكه عشان خاطر تظبطني وتعمل لي لايك، انما انا لما بكلمك في امور جدليه واقول لك جوزيه مورينيو لعب ماتش ممل بتقعد تشتم في اللي جايبيني وتقول لي يا اسطى انت مالكش لعب الكوره يا اسطى، اللي هو يابا انا من مصلحتي ان الفرقه الكبيره تكسب عشان خاطر اقول لك الكلام اللذيذ اللي انت عايز تسمعه. ليه بقى؟ عشان الحقيقه بتزعل الحقيقه، انا قول للراجل اللي هو عايز يسمعه، بس اللي انا بقوله لك يا معلم هي الحقيقه والحاجه اللي انا شايفها. انا شايف ان توتنهام لسه عنده مشاكل دفاعيه ولسه عنده مشاكل في نص الملعب. ماتش النهارده ما كانش اكتساح لان انت لعبت 45 دقيقه وبعدها رجعت حطيت الباص قدام الجون، ده حاجه مش محببه، بس دي حاجه بالنسبه لجوزيه مورينيو مش هتتغير، دي حاجه في الابجديات عنده.
بص يا معلم، الف 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 مبروك ليك وكل اللي انت عليك كمشجع توتنهام يقصد انك تشجع الفرقه قدام كريستال بالاس، وانك تقعد تمسك تشيلسي وتقعد يلا يا جماعه عايزينكم تكسبوا بقى ولفرهامبتون عشان خاطر عايزين نصعد الدوري، عايزين نصعد اوروبا ليج ونقضيها باي حاجه اوروبيه وخلاص، اي حاجه من ريحه اوروبا. بمناسبه كده مش تخسر حاجه لو عملت لي لايك او عملت لي اي حاجه من ريحه التشجيع، انما لو عايز تتكلم وتقول لي ما تتكلمش على توتنهام عادي، اصلا مكمل انت اللي رايح انا مكمل.